لما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسأل عن يعني علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، بيؤكد أيضا نفس الكلام أنه علاقتنا إحنا منفتحين على كل دول العالم، والأقطاب سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك استراتيجي لمصر، وأيضا في دول أخرى زي الصين وزي روسيا الاتحادية. الولايات المتحدة الأمريكية، وزير خارجية الولايات المتحدة بيؤكد أنه مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. باين واضح جدا في الكلام حوالين عودة المعونة الأمريكية لمصر، سواء كانت الاقتصادية والعسكرية، بعد توقف في هذه الحالة. فده معناها شيء واضح جدا أنه دعم لمصر اقتصاديا حاجة وعسكريا حاجة تانية. بالنسبة نقول الدعم مصر في المنتديات الاقتصادية الدولية، يعني صندوق النقد الدولي لما تبص والبنك الدولي، احنا حصلنا من صندوق النقد الدولي على موافقة على برنامج ده في سنة في نوفمبر 2016، يعني في أحلك الأوقات. وبالتالي في هذه الحالة شيء طبيعي لازم الولايات المتحدة، أقصده أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت، الدول الكبيرة كلها وافقت لبرنامج تمويل برنامج إصلاح الاقتصاد في مصر. وده كان واضح في مناقشة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في نوفمبر. حتى كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي قالت فلوسنا على الترابيزة، وإنه مصر تقدمت ببرنامج، بس حاجتين مطلوبين هو تحرير سعر الصرف وكمان رفع أسعار الطاقة. عملناهم وبجرأة، وشعب مصر في هذه الحالة تحمل هذا وما زال يتحمل، وده هو البطل في هذه الحالة. كما ما بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو ده البطل بالفعل، وننحلي يعني أمام هذا الشعب اللي هو فاهم كويس إنه الإصلاح معناه عبء، الإصلاح معناها تكلفة في هذه الحالة. صحيح بيتحملها كل شرائح المجتمع، لكن الشرائح اللي هي الأقل دخلا بتحمل الأكبر وتشعر بها أكتر في هذا. فده كله المراجعات اللي هي نصف السنوية. المراجعة الأولى والثانية والثالثة طبعا بتمر بتقرير من الباسة اللي بتيجي هنا، بتعمل تقرير وتعرضه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. اللي بيهيمن على صنع القرار في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي هم الخمسة الكبار: الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، اليابان. زائد خمسة الكبار زائد روسيا والصين. دول يعني مؤخرا يعني. وبالتالي في هذه لما نبص للمناقشات داخل المجلس، ودي موجوده على الانترنت في التقرير اللي هو بتاع مجلس اداره صندوق النقد الدولي، الكل يعني باجماع ان هو بيؤيد المراجعه اللي بتتم، وصار في الشريحه التاليه. اخر مراجعه كانت الثالثه، اللي صار في الشريحه الرابعه. فبنبص كده نلاقي يعني كل الدول موافقة، اللي هو ال 24 مدير تنفيذي اللي بيمثلوا ال 100 اللي هو 189 دولة، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، اليابان. فواضح، بس في نفس الوقت بيشيروا إلى بعض التحديات اللي المفروض إن احنا نخلي بالنا منها في زي مثلا احتواء الدين العام، زي التضخم، زي تعزيز دور القطاع الخاص في الفترة القادمة، لأنه ده اللي هيولد فرص عمل طبعا، لأن الحكومة في هذه الحالة مكتظة، وبالتالي اللي هيخلق فرص عمل للشباب بتاع مصر هو القطاع الخاص في الفترة القادمة. لذلك الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على هذا في المنتدى الشباب اللي فات بالفعل، لأنه سوف ندعم القطاع الخاص في الفترة القادمة، لأنه ده مهم جدا طبعا. فكل دي بيشير إليها، زائد طبعا المحيط الدولي بيشكل تحدي بالنسبة لمصر طبعًا في هذه الحالة طبعا. هنتوقف عند كل التفاصيل اللي حضرتك قلتها، لأنها هتبقى كلها من خلال الأخبار، لكن خليني برضو أفهم من حضرتك تصريح للسيد طارق عامر، تجديد ب 2.7 مليار دولار.